احنا يا كي شفنا المفرقعات تحمسنا وبدينا نصفروا كلش. اي ان شاء الله كل عام تبدا تعاود لينا هذه، وهي جا هايل هذا البرومي نوفمبر، كل عام ان شاء الله يجي هايل ويجي مليان. وتحيه اليوم رانا جينا الحفله، جينا فرحين، لقينا الجماعه قاعدين هنايا يتفرجوا، كنا نتفرجوا معاهم، لقينا كنا نتفرجوا معاهم وجينا مخصوص علينا، كنا نتفرجوا معاها، كنا نتفرجوا وقينا كنا فرحين وطلقوا بيطار وصوالح، كنا فرحين. انا اليوم جيت لهنايا انا وماما وبابا باش نشوفوا المفرقعات، وكان على بالي بلي كاينين، وجيت على جالهم خصيصا، وكنت اول مره نشوفهم وفرحت بهم وعجبوني بزاف. السلام عليكم، معكم جماعه دادرا، رانا فرحين بهذا الشيء اللي درتونا، نتمنى تزيدونا كل عام وانتم بخير. يعطينا يعطيكم العافيه وتحيه الجزائر. اليوم جينا بمناسبة الاحتفال تاع اول نوفمبر، جينا باش نشوفوا المفرقعات، عندنا لهم خبر من امبارح. ايا جات حاجه هايله ومليحه ومدى بينا، زعما ماشي غير اول نوفمبر ولا مناسبه وطنيه، مدى بينا في الاعياد تكثروا من هكا، خاطرش مدى بينا زعما العائلات وكاع هادو يفرحوا بالحوايج هادو، حاجه مليحه. بارك الله فيكم. يا خويا احنا مريحين مقيمين هنا في ادرار، نخدموا احنا لهنا في ولايه ادرار، وصادف نهار اليوم برومي نوفمبر انه جينا لهنا. الله يبارك، ما توقعناش الحاله تكون كيما مليحه لهذه الدرجه، ما شاء الله البلاصيطه مخدومه، الانارات جدد، مفرقعات هذا وين الله يبارك، تيدخلوا لك البهجه وصوروا في قلبك ما شاء الله. 1250 كيلو صديقي، جينا نحضروا هذه المفرقعات الجميله في مدينه ادرار بحول الله، وكانت مميزه بالفعل، كانت فيها اجتهادات خطيره جميله مميزه تبدع الخاطر ما شاء الله. انا حبيت نجيب ولادي باش يعرفوا الثورة تاع المجيدة تاع 1954، كيفاش آباءنا وأجدادنا حاربوا على البلاد هذه، كيفاش حروا هذا الوطن اللي رانا عايشينه دوكا، وهم